وارجع لكم تاني بعد الفاصل مشاهدتي عزيزات مع الشيماء الكاشف، صح؟ بالظبط، الشيماء. الشيماء. طيب انت لما الناس بتقول لك اسمك ايه بتقول لهم الشيماء؟ لا لا، في الاوراق الرسميه لازم طبعا، ها. بس لا في العادي بيقول شيماء. شيماء. ايوه. طيب انت مصممه ملابس منزل، مظبوط كده؟ بالظبط كده. ماماز اولد كاوتش. كاوتش. طيب قبل ما هنتكلم عن كل حاجه، قولي لي تحبي عامه يعني الراجل اللي مقطع السمكه وديلها يا اختي ولا ما تحبوش؟ والله ما بحبش رجاله اصلا. لا ده ولا ده. يعني رجالهم خلاص سوري على نفسك ليمونه. ها؟ لا يعني اللي عنده خبره يبقى الطف اللي يعني. عنده خبره ليه بقى؟ ليه بتحبوهم عندهم خبره؟ عشان التجربه الاولى دي ما بتبقاش دايما هي الاختيار الصح بالنسبه له، هو هتبقى فهيبقى عايز يجرب تاني وتالت، فليه بقى؟ ليه الغلب ده؟ طب انت عارفه بقى ان في نظريه يا شوشو، ها؟ بتقول لك الراجل من كتر خبراته بيتعلم ازاي يسب يخون من غير ويضايق ويخون الست اللي قدامه وهي ما بتعرفش تتكلم. بصي انا عندي نظريه إن كل الرجاله محدش فيهم يعني ماشي على الصراط المستقيم. الله، بس ايه اللي بتقول؟ الشيماء يعني ايه اللي بتقول؟ اهم حاجه ان احنا ما نبقاش عارفين يعني، فهو لو كده انا يا موافقه. لهوي يعني. عشان يعني الحياه تمشي. يعني هو دلوقتي هو هيلعب بديله، هيلعب بديله يعني. يا الفكره بقى انا مش عايز اعرف. لو ناوي تلعب انا مش عايز اعرف. يعني هو يبقى بيخون بس انت ما تعرفيش؟ مش يعني يا حبذا لو لا يعني، بس يا حبذا لو يبقى ما اعرفش. لا احنا بنتكلم في لوب الموضوع. لا انا عايز حلقه لوحده لان انت لطشت الموضوع ده. الدنيا عايز حلقه خالص لوحده بقى خالص. يعني ما اجيلك طيب تاني. احنا شايفين انه ملابس البيت دي من اهم الحاجات اللي بتحصل في حياتنا، ها؟ بالظبط. قاعدين زي بقى الاكل والشرب ونايمين، وساعات نستقبل صحابنا واحنا بالملابس دي، دي حقيقة. وتحررنا تدفينا يعني. بالزبط. دي مهمه جدا، انا شايفاها مهمه جدا. بالظبط. طبعا احنا معانا ست اسايم من استاذه الشيماء. بعد الفاصل هنفتح التليفونات وهناخد الست هدايا ورا بعض. ولكن جات لك بقى منين الفكره دي؟ هقول لك، انا لما بسافر كل ما اجي يعني اشتري حاجات لازم الاقي حاجه ميد ان ايجيبت مكتوب عليها 100% ايجيبشن كوتن، صنع في مصر، صنع في مصر و100% قطن مصري، وبثمن مش قليل ابدا يعني، تنافس الحاجات اللي جنبها التركي والصيني، وروعه في الفينش وروعه في التقفيل بتاعها وطريقه البيع والعرض. فانا فكرت ان احنا ليه، احنا اللي بنصنع الحاجات دي ما عندناش احنا هنا الكلام ده اصلا. يعني عندك حاجتين، يا اما تلاقي منتج مصري والترند اللي طالع عشان انا منتج مصري وحلو وبتارجت ناس معينه، فلازم ابقى سعري غالي عشان الناس المعينه دي تلبس من عندي، او منتج رديء وسعره عادي. فانا فكرت ان انا عايز اعمل حاجه فيها القطن المصري دي، ويكون فيها سعر كويس، شكل الكواليتي بتاعتها الجوده بتاعتها عاليه جدا، طريقه التقديم بتاعتها او العرض بتاعتها مبهجه. يعني انت هتشوفي الحاجه، انت وانت شاريه الحاجه انت تحسي ان انت جايبه هديه لنفسك، هي ملفوفه بطريقه انها اكنها هديه. فانا ده اللي عجبني واللي كان عاجبني في الفكره يعني، وان السعر بتاعها هيبقى مناسب لكل الناس. انا مش عايزه ان انا ناس معينه تلبس من حاجتي، ليه ما كل الناس تلبس من حاجتي؟ يعني ليه ان المصري يبقى غالي والصيني وتركي هو اللي انا اقدر اشتريه؟ لا، انا عايزه كل الناس تلبس من عندي. برافو عليكي. فمن هنا جات لك الفكره. بالزبط. دي اثناء ما انت كنتي بتقومي ب جولاتي. طيب احنا هنقف لحد هنا. الشيماء لو سمحتي اثبتي معايا، هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع نكمل مشاهدتي عزيزات. خليكم معانا تابعونا، وما زلنا معاكم وهنفتح التليفونات ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اللي انا طلعته تقريبا بدري. يعني انا بعتذر جدا الصراحه. وقال شيماء الكاشف انت منورنا للمره ال 19000. طيب احنا اتكلمنا عن الفكره قبل الفاصل. دلوقتي هندخل التليفونات عشان خاطر الهدايا. واحنا بندخل التليفونات كلميني بقى، انت دلوقتي كنت بتقولي الفكره انه الحاجات انت عاملاها زي ما تكون هديه. بالظبط. انا بشتري هديه. انا الناس. شفت طبعا دول رواب. دول رواب. طيب. ودول بنطلونات ودول بيجامات. انت بقى عامله ده حريمي ولا رجالي يا شوف؟ الروب يونيسكس الاثنين. والبيجامات برضو نفس يعني، بعمل ده وبعمل ده.
ايه ده، هي مش الزرايب بتختلف من ستات للرجاله؟ يعني قصدي بعمل ده لما بيطلب وده لما بيطلب، او يعني بعمل لاين ده، بس هما نفس الماتيريال، نفس الفكره، نفس الخامه ونفس كل حاجه، نفس بس ده رجالي وده حريمي. بالظبط كده. طيب ايه الاكتريه عندك للرجالي ولا للحريمي؟ لا طبعا حريمي طبعا. ليش معنى طبعا؟ عشان هما اللي بيشتروا. انا عايزه اقول لك حاجه، ان حتى لو حد هيشتري رجالي بتيجي مراته هي اللي بتشتري، يعني هو حتى ما بيشتريش. ففي الاخر انا بتارجت الشخص اللي انا بترجته، يعني هو ست في الاخر. طيب فهميني بقى، حتى طريقه الاعلان، طريقه الكذا بتبقى. طيب وده ايه؟ شوفوا ده، ده ايه؟ دول بنطلونين. بنطلونين؟ اه معلش اتفضلي. انا عايز افهم بس انت بتعملي ايه دلوقتي؟ بتعملي ايه بالظبط؟ بنطلونين فكيها. دي هديه بقى فعلا بجد. شيلي بقى، فكي الرب الشريطه دي بقى. الله، دي بنطلونات البيت. ها دي قمر، وعامله لها الحاجات بتاعتها من فوق. لو حد بقى عايز بيطلب لها لوحدها. بتعملي ايه بقى؟ ساده حاجه، ساده لون ساده بقى، مش ساده قوي. هم يعني غالب عليهم اشكال كرتون شويه. كرتون؟ يعني هم معلقينها هناك. خبوها ماشي. هناك خبوها. ماشي. على البنطلون ده. وده باكج، يعني ده باكج مع بعضه. مع بعضه مع بعض. بنطلونين كده. ودي دي حلوه، انا بحب القماشه دي. اسمها انا بحبها قوي. اسمها فليس. ايه؟ فليس. فليس حلوة قوي الفليس دي، والدفي وجميلة. طيب المقاسات 46؟ المقاسات اللي هي المقاسات الاوروبي، اللي هي 40 42 44 لحد 50 لحد 3 اكس لارج. 3 اكس لارج. ما دي الفكرة بقى، ان حتى الحاجات الحلوة هنا في مصر اللي هي البراندز، الماركات العالمية، بتقف عند اكس لارج وبتوقف. طيب تعالي نروح لميرفت. يا ميرفت حلوة قوي. عايزين نخطط. الو. ايوه يا ميرفت. ايوه. ازيك يا ميرفت؟ ايوه مساء الخير. مساء الفل عليكي. مساء الخير لحضرتك. انا كويسه يا روحي. شفنا الحاجات بتاعت ماماز اولد كاوتش دي؟ ما انا عايزه اشوفها، بس اشوف المنظر لا وروها المنظر. لا الا ميرفت لو سمحتي، تصحى لواني تورينا. ايوه بصي يا ميرفت، كل اللي انت عايزاه. انت دلوقتي معاكي يا اسيمه، هتديها لماماز اولد كاوتش، تاخدي بدلها على طول اللي انت عايزاه من ملابس النوم. اتفقنا؟ بيجامه بقى، روب، يعني اللي انت عايزاه بقى. خلاص اتفضلي يا روحي، خليكي معايا، ياخدوا بيتك في الكنترول. زمزم حلو قوي الاسم ده. زمزم، الله تحفه ده يا زمزم. ايوه سامعاكي. ازيك عامله ايه زمزم؟ انت اسمك حلو قوي يا زمزم. انت احلى. والنبي والنبي بوسي بابا بقى وماما بقى، والله العظيم، لان هم يعني قمر ان هم سموكي الاسم ده حقيقي. ايه رايك؟ انت قمر حبيبتي، قمر. شفنا الحاجات بتاعت ماماز اسمها ايه، اولد كاوتش، صح كده؟ ايوه ايوه. طيب احنا معانا اسيمه، هنديها لاي شيماء ناخد بدلها اللي احنا عايزينه. اتفقنا؟ عليكي معايا، روحي ياخدوا بيتك في الكنترول. مبروك عليكي. معانا دينا. دينا 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 ليه ده؟ لسه كنت بغني دينا دينا. قطعت. طيب كاروهات بقى، كلميني عن كاروهاتك كده، اخبارها ايه؟ بصي دي بيزكس محدش بيستغنى عنها في الدولاب بتاعه، كلنا عندنا لازم البيجاما الكارو دي، وهي كمان شويه في ناس كارو كاستور. بالظبط انا عندي كارو كاستور. طب ما حدش بيقول لك اللي انت بتعمليه. يعني في ناس بقى بتحب، يا ده انا كان عندي زي دي زمان وانا صغيره، ستات كبيره يعني زي دي وانا صغيره لسه بتعملوا منها وبتاع، وبيطلبوا يعني. وبتعملي للاطفال؟ مش اقل من 10 سنين. ليه؟ عشان ما عنديش عشان اجيب المقاسات دي قصه، يعني انا عشان اجيب مقاس كل المقاسات دي يعني موال، فعشان ما عرفتش اجيب اقل من 10 سنين، ولازم تبقى المقاسات مظبوطه قوي. ليه براند اسمه ماماز اولد كاوتش؟ هقول لك، عشان الحاجه تحسي ان انت عايزه تبقي يعني حاجه بتاعت راحه وبتاعت بيت، وشويه بترجعك يعني اكتر حته بترتاحي فيها هي بيت مامتك. مظبوط. وليكي مكان كورنر كده بتاعك، فهي تحسي ان هو فتحسي ان هو بس لابسه بيجامه. يعني هم لما قالوا لي اسم، انا قعدت 90 سنه يا ماما عشان احفظ ماماز اولد كاوتش دي، يعني يا عزيز. ما هو بنفكر ان احنا نخليه ماماز بس، ونخلي ماماز حلو. ماماز حلو جميل، لان هو طويل فعلا. ال الالوان دي كلها مين بيحددها؟ لا هو انا المنتج والمنفذ والمخرج، وساعات المشاهدون كمان، يعني كل حاجه انا بعمل كل حاجه ما عدا حاجتين. التفصيل طبعا ورايا، يعني ناس ايديهم فعلا تتلفى في حرير، والمشاوير، يعني المشاوير ان حاجه توصل للعميل، بس مشاوير بقى ما غير ذلك يعني انا اللي بعملها يعني. طب اخر سؤال، مين اللي بيختار الاقمشه؟ انا كل حاجه انا، وبنزل واروح كل الاماكن. وكلها من مصر؟ كلها من مصر. كلها بس من مش مصر؟ كلها مصري. القطن مصري، دي الحاجات اللاين الصيفي، كل قطن مصري. الشتوي
ايوه بتبقى القماشات الكارودي كلها مصري، لكن دي ما بتعملش في مصر خالص. طب تعالي ناخد ايه مع بعض. طيب. يا ايه الو ازيك يا ايه؟ ايوه ازيك يا روح؟ عامله ايه يا روح؟ الحمد لله انا كله تمام. انا بحبك جدا. شفنا الماماز اولد كاوتش، حاجات ماماز اولد او ماماز بقى، شفنا حاجات ماماز تحفه. أيوة جدا بتقول لك جدا. طيب انت كده معاكي عزيمه بقى، تاخدي اي حاجه تحفه جدا يا هيا، تديها العزيمه تاخدي من ال شيماء اي حاجه تحفه جدا. احنا لضيق الوقت للاسف هنحول الثلاث هدايا التانيين على صفحتنا هي وبس على الفيسبوك باسم ماماز اولد كاوتش او الشيماء، علشان نختار بشكل عشوائي ثلاث هدايا تانيين او ثلاث اسايب انتوا هتاخدوهم وتدوهم للست العالميه دي، تاخدوا بقى اللي انتوا عايزينه. انت نورتينا النهارده يا رضوى جدا على وحاجاتك في الاستوديو حلوه جدا. شكرا. وانا يعني عارفه حسستيني ان انا عايزه اقوم افك البتاع اللي بيتي ده. ها بصوا هي عندها حته رمن بيتي، ركزوا عليه خلاص، ركزوا عليه بتاع النبيتي ده، واقوم فكاه وحاطاه كده وقاعده بدل ما تروحي بقى واروح. صح. شفتي نورتينا، ميرسي حبيبتي على الست هدايا دول. تاني هنحول التلات هدايا لماماز اولد كاوتش على صفحتنا اللي على الفيسبوك. مشاهداتي عزيزات، هنطلع لفاصل بجد ونرجع ليكم من هي وبس.